أهلا بكم من جديد. السيارة الكهربائية في مصر، ونتوقع أنها كمان تكون يعني مصرية الصنع من صناعة النصر للسيارات التي تعود بقوة، أو نتمنى أن تعود بقوة. كلنا عارفين النصر للسيارات، مين ما كانش عنده عربية فيات في وقت من الأوقات، أيام ما كانت النصر للسيارات بتعمل عربيات الفيات، مين ما كانش عنده عربية بولونيز. أنا أول عربية عندي كانت سيارة بولونيز حمراء، أنا فاكراها كويس جدا. مين ما كانش بيشوف أتوبيسات النصر للسيارات. هذه الشركة معروفة وكان لها أذرع في كل، طبعا وأدوار مختلفة يعني، ولكن أذرع في كل إفريقيا. الآن محاولة لإعادة إحياء النصر للسيارات والسيارة الكهربائية بالتعاون مع شركة صينية. معنا عبر زوم مهندس هاني الخولي، العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات. باشمهندس مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذه لميس، اهلا وسهلا. يعني لازم اقول لك، لما كلمه النصر للسيارات بتتقال في حنين كده، ما حنين بيبقى مع كتير من العربيات اللي كانت بتتعمل. شركه كانت شركه كبرى، تعرضت طبعا لعثرات عديده. قول لي عن محاوله احياء هذه الشركه، ويعني انها تقف على رجليها مره اخرى. الحقيقه طبعا زي ما حضرتك كده قلتي، ان شركه النصر للسيارات ليها واقع كبير جدا في قلوبنا جميعا، وكلنا اتربينا عليها طبعا، وعشنا ايام جميله بعربياتها يعني، وكانت دايما فرحه كبيره بان الواحد يمتلك عربيه وقت ما كانت نصر للسيارات بتنتج. فكره بقى اعاده احياء الشركه، طبعا هي تمت في الإطار العام لوزارة قطاع الأعمال بإعادة هيكلة الشركات، خصوصا الشركات الخاسرة أو المتوقفة، وكانت النصر للسيارات للأسف إحدى هذه الشركات. توقفت من حوالي 14 سنة تقريبا، وجاي بقى الوقت إن إحنا نعود، ونعود بقوة كمان، ونعود من حيث انتهى الآخرون. فنبتدي بعربية حديثة قوية كهرباء، عشان يعني تقوم مصر بقى وتنظر إلى آفاق المستقبل يعني. كلمني بقى على العربية، يعني من ال 128 وال 125 والكلام ده كله والبولونيز، الآن النصر للسيارات بيعملوا الاي 70، وإيه هي بقى الاي 70؟ وكلمني على العربية الجديدة. أوكي، طبعا العربيات ال 128 والبولونيز والكلام ده كان ماضي لابد منه يعني، ما هو طبعاً التقدم ما بيحصلش. طبعا ده مهم جدا، ماضي ده وشاهين، ده ذكرياتنا كلها في العربيات دي يا فندم. تمام، ازاي يعني؟ تمام بقى. تمام، فكان لازم لما ترجع نصر السيارات ترجع من المستقبل بقى. فالعربيات، الدنيا في العالم كله بتتغير دلوقتي، وسائل الانتقال كل معظمها بقى حديث جدا، البرمجيات بقت أساسية جدا في صناعة كل شيء جديد. العربية الكهرباء قايمة على البرمجيات الحقيقة، وقايمة على كمبيوتر هو اللي بيدورها بالكامل، ويدور كل الحاجات اللي فيها ويدور عملها يعني. هي العربية دي بقى انتوا بتصنعوها، يعني اولا انا عارفة ان في 13 عربية هتبقى موجودة في مصر للتجربة، ثم يبدأ التصنيع. امتى اول عربية هتكون مصنعة بواسطة النصر للسيارات كهربائية بالتعاون مع الشركة الصيني؟ العربيات 13 عربية الجايين للتست وصلوا بالفعل مصر، واحنا دلوقتي بدأنا عمليات التجارب. في وفد صيني جاي الاسبوع الجاي عشان استكمال عمليات التست ده، هياخد في حدود 3 شهور ان شاء الله، يمشي في الارض المصرية، في الشوارع المصرية، في الاجواء المصرية، عن طريق طبعا القيادة المصرية والمستهلك المصري، عشان نشوف موائمة المواصفة للعربية دي مع المناخ المصري بالكامل يعني، مستهلك او جو. يعني المطبات، الحاجات، الجو، كل ده هنشوفه. طيب اذا يعني اذا تمت تجربتها ونجحت، احنا نبتدي امتى بقى نصنع احنا؟ احنا بالفعل يعني كلامنا طبعا التست ده بس عشان
نطمن ان الاختيار تم، العربية تم اختيارها بشكل سليم، وان هي بالفعل مطابقة للاحتياجات السوق المصرية. بالإضافة طبعا انه لو حصل شيء لا قدر الله، وده وارد على فكرة جدا جدا، فهيتم يعني إعادة التفكير في مواصفات العربية بحيث تتلائم مع الشكل المصري. في نفس الوقت احنا بالفعل قطعنا شوط كبير مع الشركة المصنعة والمصممة للعربية دي في الصين، ووصلنا معهم إلى اتفاقات وعقود معينة بحيث ان هينقل التكنولوجيا بالكامل، هيوفر لي بعض الأجزاء اللي هحتاجها اللي ما اقدرش اصنعها محلي، وفي نفس الوقت هيدعمني في الصناعة المحلية وتوطين الأجزاء التانية اللي هقدر اصنعها هنا في مصر ان شاء الله. احنا فاحنا ماشيين محليا في كل الاتجاهات. المكون المصري قد ايه، المكون المحلي قد ايه من العربية دي يا فندم؟ احنا اتفقنا على بعض الأجزاء، محتمل ان هي توصل من 55 ل 58% ان شاء الله. طيب البطارية والموتور، وبالتالي اكتر من البطارية والموتور هيكونوا ايه؟ البطارية دي سر صنعة العربية الكهربائية، ومش سر صنعة وبس، ده دي صنعة كبيرة جدا ودقيقة جدا. فاحنا دي الخطوة الثانية ان شاء الله للتصنيع المحلي. الموتور ده شيء عادي وموجود في كل الدنيا، ولكن برضه صنعته يعني صعبة. لكن احنا هنبتدي بالحاجات العادية، وخطوة بخطوة ان شاء الله هننقل تكنولوجيا صناعة البطارية في مصر بإذن الله. وتم الاتفاق مع شركة مصرية بالفعل عندها خبرة كبيرة في صناعة البرمجيات، وهي عايزة تخش في صناعة البطارية، فإحنا كمان عندنا اللي يساعدنا إن شاء الله فيها، وبإذن الله هنقدر نصنع البطارية في مصر ممكن في خلال 2 أو 3 من بدء التجميع هنا في مصر. طب انا بصيت على على الاسعار، انها من 270 ل 400 الف جنيه. حضرتك بصراحه مش شايفين انها غاليه شويه على حجم هذه العربيه وعلى السياره الكهربائيه؟ أولاً حجم العربية ممكن الصور بس تبين إن هي صغيرة شوية، لكن حجم العربية متوسطة، فهي مش صغيرة. دي أول حاجة. ثانياً ودي الحاجة المهمة، إن عادة الصناعة البطارية الكهرباء بتبقى أغلى بنسبة شوية عن البطارية عن العربية العادية، ولكن ده في السعر الأصلي للعربية. ولكن اقتصاديات تشغيل العربية الكهربائية أرخص بشكل غير عادي مقارنة بالعربية البنزين. يعني بالفعل ممكن يسترد قيمة العربية، المشتري ممكن يسترد قيمة العربية في خلال بالكتير قوي 2 سنين من اقتنائه للعربية الكهرباء، لأن هو هيحط يعني هيشحن العربية بأقل من إن هو يفور العربية مثلا بنزين بالتلت. بالإضافة إن هو الصيانة كمان بتكلمي على ربع التكلفة. قطع الغيار بقى موجودة، ان انا هشحنها في الكوبس ده اللي هو مثلا في محطات بنزين معينة، ده تمام هيبقى موجود محطات بنزين، ان انا اروح شحن العربية ما اقعدش الف بقى على محطات بنزين معينة في اماكن معينة، ده مهم برضو. طبعا، وده كلام عاقل جدا، وده بالفعل ده اللي تم. يعني وزارة قطاع الأعمال مهتمة جدا بالموضوع ده، ان هي يعني تجهيز البنية التحتية بالكامل في مصر، ان هي العربية دي تمشي والمستهلك ما يلاقيش اي صعوبة في ان هو يجد قطع غيار، او ان هو يقدر كمان يشحنها في اي مكان. ففي خطة بالفعل لإنشاء شركة، لأن المشروع ده حضرتك مشروع قومي، وفي دعم كبير بناخده من رئاسة الجمهورية ومن رئاسة الوزراء كمان في نعم الموضوع ده. طيب في محطات شحن هتنتشر في الجمهورية في خلال سنة تقريبا، يعني حسب الخطة نعم الموضوعة، نعم ومحدش هيلاقي مشكلة إن شاء الله. مهندس هاني، امتى أول عربية هتكون موجودة في السوق المصري غير التست؟ ربنا المستعان، إن شاء الله في النص الثاني من سنة 22.
يعني نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى ان احنا عايزين نجربها برضو عشان دي هتبقى موضوع مثير جدا. عموما كتير من العربيات الدولية دلوقتي، يعني عربيات كتيرة بقت حاجة اسمها هايبرد، اللي هي نص بنزين نص كهربائية، وبقى في كتير من السيارات بهذا، يعني سواء بي ام دبليو، رينج روفر، حتى الحاجات الكبيرة بقت كتير الهايبرد، مرسيدس كتير بقى بيشتغل بفكرة الهايبرد اللي هو بنزين وكهربائي. بشكرك مهندس هاني الخولي، العضو المنتدب بشركة النصر للسيارات، واتمنى لكم التوفيق، ونفسنا ترجع النصر للسيارات لقوتها وعنفوانها مرة أخرى. ومين ينسى 128 والبولونيز؟ أنا ما انساش شخصيا. أخيرا، وبما أننا نتحدث عن المخدرات، وهيكون معنا دكتورة غادة ولي بعد دقائق قليلة. النهاردة امبارح كان اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والإدمان، ودكتورة نيفين القباج وأيضا رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان شهدوا أول حفل تخريج لأول دفعة من المتعافين من تعاطي المخدرات بمركز العزيمة بمطروح اللي افتتحه الرئيس السيسي فبراير الماضي، وضمت 100 متعافي. الأستاذ عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان. أستاذ عمرو مساء الخير، يعني كلمني عن 100 متعافي الذين خرجوا أو تخرجوا من هذه الدفعة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. الحقيقة احنا يعني بيتنامى الطلب على العلاج في الآونة الأخيرة. عايز اقول لحضرتك اني الست شهور الماضيه تقريبا حوالي 63,000 مريض ادمان تقدموا لتلقي خدمات علاج الادمان. يمكن احنا خلال الفتره اللي فاتت حصل تطور كبير جدا على مستوى البنيه التحتيه في مراكز علاج الادمان. يعني احنا كنا في عام 2014 فقط 12 مركز علاجي في 7 محافظات، النهارده وصلنا ل يعني 27 مركز علاجي على مستوى 17 محافظة. السيد الرئيس تفضل في فبراير الماضي بافتتاح 3 مراكز علاجية جديدة، ويمكن احنا خلال السنة دي عندنا 3 مراكز أخرى سيتم افتتاحها، مركز في محافظة قنا، مركز في منطقة امبابة بالجيزة، وأيضا مركز في محافظة الشرقية. وبالتالي احنا بنسعى بشكل كبير جدا ان تبقى خدمات علاج الإدمان متوفرة في كل محافظات الجمهورية في خلال 3 أعوام قادمة. دكتور عمرو، يعني هل عندنا حصر بإدمان معدلات إدمان المخدرات أو تعاطي المخدرات في مصر؟ طبعا احنا كنا في 2014 كان عندنا نسبة التعاطي 5% في الشريحة العمرية من 15 ل 60 سنة. احنا دلوقتي نسبة التعاطي يعني احنا كنا قبل كده 10%، دلوقتي 5.9%، فيعني احنا بقينا بشكل كبير يعني وزن المعدل العالمي. ايضا معدلات التعاطي في الجهاز الاداري للدولة في 2019 كانت حوالي 8%، دلوقتي وصلت ل 2% بعد لما كشفنا على 350 الف موظف خلال الفترة الماضية. ومن المتوقع بعد تفضل السيد الرئيس باقرار قانون فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، اعتقد ان النسب هتنحصر اكتر واكتر. حتى كمان السائق الحفلات المدرسية كانت نسبة التعاطي ما بينهم حوالي 12% في عام 2017، الان نسبة التعاطي 1.8% بسبب تكثيف الحملات تجاه. طيب ده هيرجعني لموضوع فصل المتعاطي من العمل. هل في بقى قبل الفصل درجات مثلا ان هو يتم تقديم العلاج له، يعني ولا على طول الفصل؟ لانه طبعا هذا القانون برضو اثار جدل واثار مخاوف. يعني خلينا اقول حضرتك ان في بعض الشائعات بتتكلم على ان هذا القانون هدفه هو تصفيه الموظفين و تقليل الجهاز الاداري والدوله، والحقيقه العديد من الشائعات التي ليس لها محل من الاعراب، لان القانون اللي يعني اللي تم اقراره الحقيقه بيدي فرصه 6 أشهر لمرضى الادمان للتقدم للعلاج او المتعاطين ان هم يتوقفوا. فالنهارده فكره الفصل مش هتتم دلوقتي، دي هتتم بعد 6 أشهر من الان، وبالتالي عندنا فرصه يعني مناسبه للتقدم للعلاج المجاني وفي سريه تامه من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 16023. أما بعد 6 شهور لو الموظف لم يتقدم للعلاج ويعني نفذنا حملات عليه ولقيناه يباشر عمله
تحت تأثير المواد المخدرة، فخليني أقول لحضرتك طبعا أنه هو كده استنفذ فرص التقدم للعلاج. وخليني أقول لك أن احنا محتاجين نحمي أرواح المواطنين طبعاً طبعاً. ونحد من الحوادث الناتجة عن يعني العمل تحت تأثير المواد المخدرة طبعاً. اللي عصف بحياة يعني العديد من المواطنين الآونة الأخيرة. صحيح. أنا بشكرك شكرا جزيلا وشكرا على هذا التوضيح دكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان. أترككم مع هذا التقرير عن الذي استقبل فيه السيد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، استقبل فيه وزير داخلية اليمن. مصر تحاول أن تقدم المساعدات والتدريب الشرطي وتدريب الكوادر الشرطية في اليمن. اليمن دولة بتعاني من الكثير، ومصر تحاول في كثير من الأحوال أنها تقدم ما تستطيع من مساعدات للأشقاء في اليمن. ثم نخرج فاصل ونستقبل الدكتورة غدا ولي. استقبل السيد محمود توفيق وزير الداخلية السيد اللواء الركن إبراهيم علي حيدان وزير داخلية الجمهورية اليمنية الذي يزور مصر على رأس وفد أمني رفيع المستوى، حيث أكد السيد محمود توفيق وزير الداخلية على أهمية الزيارة لتبادل الرؤى الأمنية بخاصة المتصلة منها بمكافحة الإرهاب إقليمياً، كما رحب بتوسيع قاعدة استفادة الكوادر الأمنية اليمنية من الإمكانات الفنية والتدريبية الأمنية المصرية وإلحاقهم بالدورات التدريبية المتقدمة التي تعقدها وزارة الداخلية في إطار التزام الوزارة بدعم أجهزة الأمن في الدول العربية. من جانبه أعرب الوزير اليمني عن تقديره للدعم المصري لاستقرار اليمن وتطلعه إلى مزيد من التعاون الأمني مع مصر بخاصة في مجال تدريب الكوادر الأمنية اليمنية داخل المنشآت التدريبية المصرية. الوزير اليمني قام بزيارة أكاديمية الشرطة، حيث كان في استقباله قيادات الأكاديمية، حيث اطلع على منشآتها ومرافقها وكياناتها التدريبية والتعليمية المختلفة، ودورها في إعداد الكوادر الأمنية محلياً ودولياً. كما قام بزيارة المعهد القومي لتدريب القوات الخاصة وشاهد إمكاناته التدريبية المتنوعة وجانباً من البيانات العملية للمتدربين به على مهام متنوعة. كما قام بزيارة لقطاع الأمن العام حيث شاهد محاكاة لمسارح الجريمة التي يتم التدريب فيها على كيفية كشف غموض الجرائم المتنوعة.